في ليله هي الامتع في اليورو، بنشوف فرنسا بتخرج من سويسرا في مفاجاه كبيره جدا ان حامل لقب او حامل لقب كاس العالم ومرشح الاول لليورو بيخرج من دور 16، مفاجاه كبيره على يد سويسرا. والناحيه الثانيه اسبانيا بتكسب كرواتيا 5-3 باداء غريب من الشوط الثاني لاسبانيا، ومفاجاه ان كرواتيا في 5 دقايق بس بترجع النتيجه وبتبقى 3-3 وبيروح وقت اضافي. مباراتين هما الامتع في اليورو لحد النهارده، هنتكلم عليها كتير النهارده، على مباراه اسبانيا ومباراه فرنسا. فمعاكم مصطفى، ودي حلقه جديده من قهوه اليورو، يلا بينا نخش في الحلقه. حطيني رقم واحد في القصير. خلونا نبدا بفرنسا وسويسرا اللي هو الحدث اللي لسه خلصان، بعد كده نرجع لاسبانيا وكرواتيا. فرنسا وسويسرا مباراه هي لحد الان الامتع في اليورو. مباراه بيبداها سويسرا تحس هو اللي عاوز يكسب المباراه، تحس ان هو مقبل على الفوز بالمباراه، تحس ان هو المرشح الاول للمباراه. فرنسا باداء غريب بشكل غريب جدا بيجرأ سويسرا عليه وبيخلي سويسرا تتقدم عليه في اول ربع ساعه في المباراه 1-0 لسويسرا، مفاجاه كبيره جدا محدش يتوقعها، كله متوقع ان فرنسا داخله المباراه هتخش كده تكسب ويلا ايه عشان نقابل اسبانيا الماتش الجاي. ولكن المفاجاه ان سويسرا، سويسرا كمنظومه دفاعيه كانت مستموته واللي هو مش عايزين يخش فيهم جول، وعلى المستوى الهجومي بدرجتين من ثلاثه بيخش فيهم جول، لا فرنسا بيخش فيها جول من سويسرا بعد محاولات، محاوله اولى محاوله ثانيه ثالثه، على طول سويسرا بتسجل جول 1-0 لسويسرا. بعد 1-0 هو اولا في شويه تحنيكات كده من ديدييه ديشام في التشكيله. اول حاجه انه يلعب رابيو باك رايت، او يلعب رابيو وينج باك رايت او وينج باك ليفت. طب انا عندي سؤال بسيط بس صغير قوي، انت في بدايه، من بدايه اليورو بتلعب 4-3-3 وبال 4-3-3 دول كنت بتعمل مباريات كويسه، بتعمل ثلاثي نص ملعب كويس. في المباراه الاولى ضد المانيا عملت ثلاثي نص ملعب مكون من كانتي وبوجبا ورابيو، وكان ثلاثي نص ملعب كويس جدا وعرف يدي لك المطلوب. دي حاجه. حاجه ثانيه ضد المغرب كنت بتلعب بثلاثي نص الملعب ولكن خرجت متعادل بسوء توفيق. مباراه البرتغال برضو بتقدم مباراه كويسه بالثلاثي بتاع نص الملعب، كنت بتلعب كوندي هو الباك ليفت ساعتها. ولكن النهارده انت جيت في مباراة في دور 16 في نوك اوت ستيج اللي هو تخسر تطلع على طول، بتلعب رابيو وينج باك وينج باك ليفت، بتلعب بثلاثي في الخط الخلفي مران انجلي وكمبيمبي. طب ما جالكش فكره ان انت ممكن تخلي حد من الثلاثي بتاع الباك بتاع السنتر باك يلعب هو الباك ليفت وتلعبها 4-3-3 زي ما بتلعبها؟ لا، دي ديشام بيقرر اللي هو يلعب 3-4-3، واللي هو 3-4-3 بفريق بيلعب 3-4-3 اللي هو ايه سويسرا. سويسرا من اول البطوله بتلعب 3-4-3. فسويسرا عرفت تشتغل على ثغرات فرنسا. اول حاجه اللي هي الباك ليفت ابتدى يلعب ناحيته. الحاجه الثانيه ان المدرب بتاع سويسرا عرف يخلي سوبير اللي هو الباك ليفت بتاع الباك ليفت بتاع سويسرا يستغل بافار كما قال الكتاب. بيلعب من ضهره، بيرفع اوفرات، بيضغط عليه، مش بيديله الحريه اللي هو يرفع اوفرات، عامل كل حاجه على بافار. شفناه في ضربه الجزاء خد بافار في ضهره وراح ولبسه ضربه الجزاء، شفناه في الجول راح وعدى ورفع العرضيه اللاعب نمره 9 وجابها جول. فانت سوبير كان عامل مباراه كبيره على بافار، والمباراه الكبيره بتاعت بافار لان لما كان بيلعب بثلاثي في نص الملعب ما كنتش بتلاقي لعيبه او مش بيدي فرصه للخصم انه يلعب باثنين على واحد او يعمل موقف او يخلق موقف اثنين على واحد على بافار، لان بيبقى فيه لاعب تاني بيساند معاه اللي هو مثلا كانتي او بوجبا. لكن النهارده شايفين ان كانتي وبوجبا الاثنين في نص الملعب بيلعبوا اثنين نص ملعب بس لوحدهم، فما فيش مجال ان انت تروح تغطي على الوينج باكات، لان الوينج باكات المفروض اللي بيغطوا وراهم اللي هم المدافعين، وانت لما بتيجي تلعب الكرة او الكوره تبقاش معاك بتضيق جدا المدافعين وبتخلي الثلاثي المدافعين تحس ان هم لازقين في بعض، والاثنين اللي هو الوينج باك بتوعك مش عارفين يلعبوا. بافار ممكن يكون متعود عليها ولكن رابيو مش متعود بالمره عليها، وما كانش فيها حتى انت الشوط الاول، طول الشوط الاول مش عارف تسجل، مش عارف تجيب جول في سويسرا، مش عارف توصل لمرمى سويسرا. سويسرا قافل عليك كويس جدا الثلاثي اللي ورا اللي بيلعب فيه الفيدي واكانجي والثالث بتاعهم، لكن انت بتخرج الشوط الاول خسران 1-0
شيل التاني. اي نعم اه شيل التاني، فخلاص في خلال دقيقتين فرنسا نازله اللي هو انا هضغط بكل خطوطي، هعمل كل حاجه في الكوره، هحاول اجيب جون بكل الطرق، خصوصا رجعت لعبه اللو بلوك اللي هو واقفه في 18 متر تقريبا الاخرى في الملعب، اللي هو مدي الحريه لفرنسا اللي هي تعمل كل حاجه في المباراه، اللي هو اضغطوني شوطوا عليا يجيبوا جون كل حاجه. وفعلا ده اللي حصل. بنزيما على طول بياخد الكره بتاعه ويقف يحط التعادل، بعدها على طول جريزمان بيرفع عرضيه بنزيما بيخش يحط الثاني، وفي الدقيقه حاجه و70 76 تقريبا بجون من افضل اجوال اليورو، بوجبا بيعدل على يمينه في المقص الثالث لفرنسا. وخلاص ساعتها قلنا خلاص، انا كواحد بتفرج على المباراه قلت خلاص فرنسا بنسبه كبيره هنشوفها في الدور الجاي ضد اسبانيا. وفعلا كنت بتكلم حتى مع ناس صحابي بلوم ان فرنسا بالاداء اللي شفناه النهارده ضد سويسرا، وسويسرا حتى بعد الجول الثالث كانت بتتجرع على فرنسا بتحاول تجيب فيها جول التعادل وهكذا، كنت بلوم ان حتى لو فرنسا صعدت المباراه دي هتخرج من اسبانيا، هتخرج من اسبانيا. لو قلت لهم لو صعب المباراه دي هتخرج من اسبانيا. اسبانيا شرسه جدا هجوميا، بتعرف تسجل جوان، دفاعها مش اللي هو السهل، دفاعها صعب. وشفناه النهارده حتى لما رجعوا كرواتيا في المباراه قدروا ان هم يجيبوا جون، وهنجي لهم بعد كده. ولكن قلت لهم لو فرنسا صعدت اسبانيا هتخرجها، ولكن فرنسا ما صعدتش. في الدقيقه 80 بيجيبوا جون الثاني لسويسرا، ومن الدقيقه 80 للدقيقه 90 وكان سويسرا هي اللي عايزه تكسب الماتش. انا شايف ان كان المفروض بعد الجون الثالث الجون الثاني اللي جابه سويسرا انت تضغط سويسرا وتخنقه علشان حتى ما يعرفش يعمل عليك هجمات، لكن انت اللي عملته اديته من الحريه اللي هي تعمل عليك هجمات. وفعلا في اخر دقيقه المباراه سويسرا بتجيب الجون الثالث وبتحول الفريق النتيجه 3-3 في ظرف 10 دقائق. خش الوقت الاضافي خلاص الفريقين او بمعنى اصح سويسرا بتبقى عايزه اللي هو هدي الريتم هدي اللعب، مش هعرف اجاري لعيبه فرنسا بدنيا فانقله لضربات الجزاء، اخد الفريق وازق بيه ضربات الجزاء. ده فعلا ده اللي حصل، استماته كبيره جدا من دفاع سويسرا، استماته بكل قوه اللي هو احنا هنموت على الكوره مش هنجيب جوان تاني خلاص احنا هنروح ضربات جزاء. فعلا ده اللي بيحصل، وكان ممكن حتى كمان سويسرا ممكن كانت تجيب الرابع في الوقت الاضافي، ولكن بيروحوا ضربات جزاء. سويسرا بتسجل الخمس ضربات جزاء بتاعهم بمعلمه كبيره، فرنسا بتجيب الاربع ضربات جزاء، وكيليان امبابي اللاعب المفروض فرنسا حاطه الامال كبير قوي عليه من هو من اللعيبه اللي هتجيب لهم اليورو السنه دي، يخش يضيع الكوره الاخيره وفرنسا رسميا خارج اليورو في مفاجاه محدش كان يتوقعها. في مفاجاه فعلا محدش كان يتوقعها، كله كان ومفاجاه هولندا برضه اللي هو كان ممكن فيها وفيها. هولندا برضه مع ديبور مش افضل حاجه، ولكن فرنسا لا، فرنسا ما ينفعش، ده مرشح الاول للبطوله ونجوم كبيره تخرج من سويسرا. ديدي ضحك فعلا بصراحه، ديدي ضحك اللي هو انت ايه ده؟ ايه يا معلم الاداء ده؟ من ايام كاس العالم مش الايام دي كمان، من ايام 2018، من 2018 كنت بتلعب بنفس الاداء قدام اي فريق وقدرت تكسب ساعتها كاس العالم، ولكن النهارده تخرج من سويسرا في دور 16 في اليورو. وكانت المجر كسبتك في دور المجموعات، كنت ممكن تخرج من دور المجموعات. ديدي ديشامب لا محاله لازم يخرج من فرنسا. لازم ديدي ديشامب بعد الفضيحه اللي حصلت دي، فضيحه بالنسبه للفرنسيين ونادي منتخب فرنسا. معجزه بوخارست دي تعتبر فضيحه. لازم ديدي ديشامب يتغير ويجيب مدرب تقيل يليق بمستوى فرنسا ويخلي فرنسا تلعب الكوره اللي تليق بيها. هارد لك لكل عشاق فرنسا في الوطن العربي، عارف ان فرنسا ليها شريحه كبيره جدا من المشجعين، هارد لك ليهم، ولكن هي دي الكوره وهي دي المتعه، انت بقى قاعد مش عارف مين اللي هيكسب. واليورو بصراحه جننا النهارده. تعال بقى ايه، خلصنا الكلام على فرنسا وده رايك في المباراه في الكومنتس، تعال بقى نتكلم شويه على ماتش اسبانيا وكرواتيا. انريكي مش ميكانيكي وبياخد اسبانيا وبيوصل بيها دور الثمانيه في مباراه دراماتيكيه. هي دراماتيكيه بمعنى الكلمه زي مباراه فرنسا كده، هي مباراه دراماتيكيه. في اول مباراه احنا بنشوف كرواتيا مع زلاتكو داليتش بيخش المباراه قافل جدا، بيحاول يلعب مباراه زي مباراه انجلترا اللي هو العب ميديم بلوك، مش هقول لك لو بلوك، هلعب ميديم بلوك قبل ما نص ملعبي، يحاول اقفل المساحات، اقرب الخطوط جدا من بعضها عشان ما اديش مساحات ما بين الخطوط للاعيبه اسبانيا اللي هي هتعرف تلعب من الخطوط كويس جدا، سواء بدري او كوكي او حتى سيرجيو بوسكيتس. ولكن تضييق المساحات ما اداش مساحه نوعا ما شويه، وكان بيعمل نوعا ما برده حاجات اللي هو ما يديش انصاف المساحات للاعيبه اسبانيا، زي اللي هو بيقفل من ناحيه الشمال على مع بروسوفيتش، بيقفل ناحيه الشمال مع الباك رايت وناحيه الشمال مع الباك ليفت وكل الكلام ده. ولكن اسبانيا اللي عجبتني ان هو بعد حتى الجون اللي جه، الجون الغريب جدا من اوناي سيمون اللي هو الكوره بترجع بيتري اللي هو بيرجعها له، لاعب حاجه غريبه جدا بصراحه، بتعدي وبتخش جول من سيمون. وبعد الجول ده انا حتى كنت قاعد عارف ان اسبانيا هترجع في الماتش،
قاعد عارف ان اسبانيا ترجع في الماتش، اللي هو كرواتيا ادائها مش مؤهله ان هي تجيب جون واثنين وثلاثه ولا تكسب ماتش. اداء كرواتيا مش مؤهله ان هي تكسب المباراه في الاخر وتخرج اسبانيا. انا شايف كده وانا قاعد بتفرج على الماتش. انا لو كرواتيا انت بعد الجون الاون جول اللي جابه لنفسهم اسبانيا، اسبانيا فضل قاعد 7 دقايق كاملين بيحاول يفوق من الصدمه، بيحاول يفوق من الصدمه. لو كرواتيا يعني جايه اليورو حاطه اعتماد ان هي تكسب اليورو، كانت تضغط في ال7 دقايق دول على اسبانيا، كانوا اكيد اكيد قدروا يجيبوا الجول التاني. لو كانوا ضغطوا في خلال ال7 دقايق دول اقول لك بنسبه 90% كانت كرواتيا جابت الجول التاني. لكن تقريبا كرواتيا داخله اليورو اللي هو انا بشارك فيسز، بشارك لو انا بشارك وخلاص، مش ان حد يضرب مطبعات، لو انا بشارك معاك يا رجاله. ها ايه النظام في اليورو ده؟ والنتيجه اللي هو من دور 16 بقى ده غريب جدا من زلاتان كودراتش. مش ده الفريق اللي شلناه في كاس العالم، مش ده الفريق اللي في كاس العالم. يعني هل راكيتيتش ومانزوكيتش فارقين قوي كده مع كرواتيا في نص الملعب؟ فارقين قوي كده مع كرواتيا يعني نص الملعب برضه ما بيلعبوش لعيبه قليله، بيلعب بروزوفيتش ومودريتش وكوفاسيتش. راكيتيتش هل كان فارق قوي كده؟ مانزوكيتش فارق قوي كده؟ مع اننا لما شفنا ان كرواتيا في اخر المباراه ابتدت تلعب كوره وابتدت تضغط على اسبانيا وابتدت تلعب كوره على الارض وتلعب باداء منظم وبتلعب ضغط عالي وبتحاول تجيب جول، قدرت تسجل، قدرت تسجل. الناحيه الثانيه انريكي لما لقى الدنيا مقفوله والخطوط قريبه من بعض والدنيا بتلعبك منه، فحب يعمل لعبه كده وكان فعلا هتقتل المره اللي هو يخلي ايه مودريتش مين مراتا يسحب معاه فيدا ناحيه الشمال، مراتا يسحب معاه فيدا ناحيه الشمال، ويخلي سرابيا يسحب معاه كارا ناحيه اليمين، ويخلي المساحه اللي في النص الكوكي. فعلا الكوكي دخل الشوط الاول وضيع كره واثنين من المساحه دي. بعد الجون بتاع كرواتيا اسبانيا اللي ابتدت اسمهم الامور في كل حاجه، ضغط شوط على المرمى الجون تضييع، سرابيا ضيع كوره ومراتا ضيع كوره كوكي ضيع كوره لحد ما سرابيا جاب الجون التعادل. وبعد الجون التعادل انا عارف ان اسبانيا هتجيب الجون الثاني والثالث، اسبانيا تجيب جون التالت والتالت، ولكن خرجت 1-1 الشوط الاول. دخلنا الشوط الثاني اسبانيا خلاص انا هجيب جون، هجيب جون هكسب الماتش. جاب جون من مراتا، تسديده مميزه جدا من مراتا اللي هو بيثبت ان انا موجود، واللي هو احتفال اللي هو موجود انا بجيب جون، هو انا هصعدكم. جون اول بعد الجون كرواتيا حاولت اخر مباراه اللي هو اضغط دقيقه 80 دقيقه 76 اضغط احاول ارجع في المباراه ده فرق جول بتاع فاول سرحان غريب جدا 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 من دفاع كرواتيا. باو توريس الناحيه الثانيه بيبقى لوحده، فران توريس بيبقى لوحده الناحيه الثانيه، باو توريس بيلعب له كوره طويله بيستلم بياخد فيدا في ضهره بيستلم يخش بشمال الجول الثالث خلاص. هو تقريبا كان في الدقيقه 76 خلاص الماتش خلص يا معلم. انا قاعد خلاص ببتدي امسك الموبايل اللي هو اقل بشوف اي ايه الناس اراء الناس على تويتر اراء الناس على فيسبوك على اي حاجه. ولكن المفاجاه بالنسبه لي الدقيقه 85 الجون الثاني لكرواتيا. بعد الجون الثالث ابتديت اركز في المباراه شويه، ممكن قلت يمكن كرواتيا تعمل حاجه، ولكن الضغط بتاع كرواتيا واللعب بتاع كرواتيا قلت لا كرواتيا تجيب ده، لان الناحيه الثانيه اسبانيا ريحت هديت جدا هديت جدا ابتدى اللي هو ايه 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 بقى الاداء ده مش شايفينه من اول ليه بتاع كرواتيا، والاداء ده ليه بيلعبوا اسبانيا اصلا؟ ابتدت اسبانيا تهدى تماما وادت الحريه وادت الفرصه لكرواتيا اللي هي تجيب الجون الثالث. وجاب الجون الثالث باللعبه مميزه جدا، لعب من 15 بياخد الكوره بيجري يجري يجري للناحيه الشمال يرفع عرضيه بياخد مكان كويس جدا في منطقه الجزاء بيخش فك الجون الثالث لكرواتيا وكرواتيا تروح للوقت الاضافي. انا ممكن كنت قلت في الاول بلوك لكرواتيا كانت تؤهل اداها اللي هي تكسب المباراه او اللي هي حتى تروح وقت اضافي، لكن قدرت تروح وقت اضافي. ولكن اداء كرواتيا والعامل البدني وكل الكلام ده باين في الاشواط الاضافيه. لو اسبانيا اللي ضغطه، اسبانيا اللي عايزه تجيب جون، اسبانيا اللي عايزه تكسب المباراه، كرواتيا واقف في الملعب بلا حيله. تقدر كرواتيا تقدر اسبانيا تجيب جون الرابع 4-3 وبعد كده الجون الخامس 5-3 ولو في وقت في المباراه كان ممكن تزود الغله وتجيب 6 و7 في يوم هو الافضل في اليورو حتى الان. نشوف مباراة مميزة جدا من كرواتيا واسبانيا، بطل كاس العالم 2010 ووصيف كاس العالم 2018، والناحية الثانية بنشوف بطل العالم بيقدم نسخة الأسوأ ليه في اليورو تحت قيادة ديدييه ديشامب. تخسر يورو 2016 على ملعبك على أرضك، والسنة دي بتخرج من دور 16، فلازم ديدييه ديشامب يخرج من فرنسا وتجيب بقى تشوف بقى تجيب زيدان تجيب حد تاني، المهم تجيب حد تقيل يمسك فرنسا يعني ويلعب كوره اللي تليق بفرنسا وتليق باللعيبه اللي هي موجوده معاك. بنزيما قدم يورو كويس جدا، قدر يسجل في البرتغال، قدر يسجل ضد سويسرا، ولو كان فضل في الملعب شويه كان ممكن يصعب فرنسا النهارده، لكن باليد حيله اكيد في المباريات الجايه وفي كاس العالم الجايه هيبقى موجود برده بنزيما. اسبانيا بتقدم يورو هو مميز لحد دلوقتي يورو،
بتاع اسبانيا توصل دور الثمانيه، هتقابل سويسرا في فرصه كبيره جدا لاسبانيا اللي هي توصل للسيمي فاينل. كل شيء وارد في البطوله الغريبه العجيبه دي والمجنونه، كل شيء وارد. في الاول والاخر ده كاريرا في النهارده في اليوم الامتع في اليوم الامتع في الكوره من فتره كبيره بصراحه. ده كان رايي انا، قول رايك انت في الكومنتس، قول لي كمان هل فعلا من رايي او انت متفق معايا ان ديدي ديشامب خلاص يسيب فرنسا ويجيب مدرب تقيل زي زيدان مثلا يليق بفرنسا، ولا ديدي ديشامب يكمل؟ قول لي كمان هل اسبانيا ممكن تاخد اليورو بانريكي والاداء اللي بتقدمه، ولا صعب شويه؟ قول رايك في الحاجات دي في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك اشترك باللايك عشان توصل لبعض الناس، اول ما تشوفني انزل اعمل اشتراك في قناه الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقي الديسكربشن تحت، ويا مش على فيسبوك وتويتر على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.